اذا شافوا واحد مثلا حجبت محجب وشالت الحجاب ببلشوا فيه هجوم واساءه وكلمات جارحه وكلمات بذيئه، وبحسسوا انه خالده مخلده في نار جهنم ما حتطلع من نار جهنم. الكلمات المسيئه اللي بتكون بالتعليقات او اللي بتكون بوجهها ما حترجع لها رب العالمين، ما حتحسسها انه هي كانت غلطانه بهالجزئيه، ولو هي احيانا حاسه انه هي غلطانه وهي مثلا في صراع نفسي. انت بدك تطلعها من هالصراع النفسي، وانت بدك تطلعيها من الصراع النفسي، مش انه تغرقيه اكتر. شفتي غرقان يلا اغرقي بعد اغرق عيب، لا انت بدك تطلعيه بالحكمه والموعظه الحسنه. طب شو الحل؟ الحل انه نرجع نحببها برب العالمين، نذكرها انه هي شعارها وعجلت اليك ربي لترضى، نذكرها قديش هي نفسها تفوت على الجنه، نذكرها انه هي حابه تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وراسها مرفوع، وحابه توقف قدام رب العالمين يوم القيامه وراسها مرفوع انه هي محجبه، نذكرها باجر الحجاب بالحكمه والموعظه الحسنه، وشوي شوي بالدعاء لها انه نحن ندعي لها انه الله يهديها ويصلحها.